أحد عباقرة الكتابة والروايات الطويلة في العالم، عرفه العالم واستطاع أن يحدث ضجة كبيرة بعد أن تحولت أشهر سلاسل روايته الشهيرة أغنية الجليد والنار إلى المسلسل التلفزيوني فائق الشهرة والنجاح لعبة العروش Game of Thrones، والذي حقق نسب مشاهدة خرافية في جميع أنحاء العالم. وصف كأفضل مسلسل تلفزيوني في التاريخ، فالمسلسل أكثر من مجرد مسلسل تلفزيوني، بل عالم معقد ومتشابك إلى أقصى حد، عالم منفصل له قوانينه وجغرافيته وتاريخه الممتد لآلاف السنين. ورغم كل هذا التعقيد، يرى عشاقه بأن المسلسل لم يكشف سوى جزءاً ضئيلاً من عبقرية وجمال عالم أغنية الجليد والنار الخارج من عقل جون آر آر مارتن، والواضح بالكامل في سلسلة الروايات وليس المسلسل. وقد حققت الروايات أيضاً نجاحاً مماثلاً كأفضل مبيعات حول العالم لسنوات عديدة، فعرف بكونه روائياً وكاتب قصص قصيرة من نوع الخيال العلمي والرعب والفانتازيا وكاتب سيناريو، كما يعتبر منتجاً مشاركاً للمسلسل ويكتب حلقة من كل موسم عدا الموسم الخامس الذي أعلن فيه عن عدم قيامه بكتابة أي حلقة للتفرغ لإكمال الكتاب السادس من السلسلة الذي يحمل عنوان رياح الشمال. وقد وضعته مجلة التايمز في قائمتها لعام 2011 كأكثر الأشخاص نفوذاً وتأثراً في العالم. إنه جورج رايموند مارتن. دعونا نتعرف أكثر على هذا الكاتب العبقري. ولد مارتن في 20 سبتمبر عام 1948 في مدينة بايون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. والده هو البحار رايموند كولينز مارتن، ينحدر من أصل إيطالي، ووالدته تدعى مارغريت برادي مارتن، تنحدر من أصل إيرلندي، وقد نشأ بين أختين أصغر منه سناً. كان يرى مضيق كيلفان كول من نافذته، وتعلوها أعلام من بلاد مختلفة محملة بالبضائع يأتون ويغادرون ميناء نيويورك، فصار لديه قائمة من الأعلام التي حلم أن يسافر إلى إحداها. هذا العالم الصغير الذي عاش فيه هو ما جعله يقرأ بنهم ليسافر حول العالم من خلال قراءته، وقد بدأ بكتابة قصص قصيرة مرعبة وصار يبيعها على أطفال الحي مقابل مبلغ زهيد. ارتاد جورج المدرسة الثانوية، وخلال ذلك الوقت كان من عشاق القصص المصورة ومهتماً جداً بقصص الأبطال الخارقين التي تنشرها مارفل. وفي 1965 فاز جورج بجائزة آلي عن قصة البطل الخارق باورمان ضد الحاجز الأزرق التي رسمها ونشرها في مجلة للقصص المصورة. وفي عام 1970 حاز على درجة البكالوريوس في الصحافة وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف. بدأ جورج ببيع قصصه القصيرة في عمر 21، وقد بيعت قصته The Hero لمجلة جالاكسي للقصص المصورة، ثم تتالت مبيعاته بعد ذلك. وأثناء حضوره لمؤتمر كتاب الخيال العلمي التقى زوجته الأولى جيل بورنيك وتزوجها في 1975، ولكن هذا الزواج انتهى بالفشل إذ أنهما انفصلا في 1979. وفي 15 من فبراير عام 2011 عقد قرانه على باريس ماكبرايد، وبشكل غير متوقع فشلت روايته The Armageddon Rag تجارياً، وقد علق على ذلك بقوله لقد دمرت مسيرتي المهنية كروائي في ذلك الوقت، ولكن رب ضارة نافعة. فقد قاده فشله هذا في الحصول على مهنة في مجال التلفزيون، فعمل ككاتب لبعض حلقات مسلسل تويلايت زون، إلا أنه لم يدم طويلاً فقد ألغت القناة ذاك المسلسل، ثم عمل على كتابة حلقات مسلسل Beauty and the Beast وكتب 14 حلقة منه، ثم بدأ بكتابة ما يعرف الآن بالسلسلة الملحمية أغنية من ثلج ونار عام 1991، والتي استوحاها من حرب الوردتين ورواية إيفانهو، ويهدف جورج لإيصالها لسبعة أجزاء. وقد نشرت الرواية الأولى من السلسلة باسم لعبة العروش في عام 1996، والرواية الرابعة من السلسلة ذات عنوان وليمة للغربان حققت أعلى مبيعات في قوائم نيويورك تايمز وول ستريت، بالإضافة لكونها رشحت لنيل جوائز الفانتازيا البريطانية. وقد صدرت الرواية الخامسة الرقص مع التنانين في 12 من يوليو 2011، وسرعان ما اعتلت قائمة الأفضل مبيعا في نيويورك تايمز، وقد بقيت على القائمة لمدة 88 أسبوعا.
وأشاد النقاد والقراء بالرواية على حد سواء. ونال ذلك الجزء الكثير من الجوائز، من بينها جائزة هوغو. ومن المتوقع أن تصدر الروايتان الأخيرتان رياح الشتاء وحلم الربيع قريبا. جاء تحويل الروايات إلى مسلسل عندما فكر في ذلك كاتبي المسلسل ديفيد بينيوف ودانيال وايز في ذلك، فقد واتتهما فكرة تكييف الرواية ونقلها لمسلسل تلفزيوني في 2006، وذلك بعدما قرأ بينيوف أول رواية واتصل بوايز لمشاركته الإثارة التي شعر بها، وأنهى وايز قراءة الجزء الأول المكون من 1000 صفحة تقريبا خلال 36 ساعة. تمكنا لاحقا من عرض المشروع على قناة HBO ونجحا بذلك، واقتنع مارتن كذلك بتحويل رواياته لمسلسل تلفزي في أثناء اجتماع استمر 5 ساعات، وبدأ تصوير المسلسل في يناير 2007، لتتوالى مواسم المسلسل واحدا تلو الآخر وتحقق نجاحا منقطع النظير، لتسيطر على شاشة التلفزيون لسنوات عديدة وتحقق نجاحا تاريخيا منقطع النظير. وإلى الآن وقبل 3 أشهر فقط من موعد إصدار الموسم 7 للمسلسل، ما زال نجاحه مدويا وينتظره عشاقه حول العالم على أحر من الجمر. ويحقق جورج آر آر مارتن شهرة عالمية ونجاحا كبيرا تأخر عليه سنوات طويلة في شبابه، ولكنه جاء أخيرا لتكون قصة جورج آر آر مارتن عنوانا آخر إلى أن النجاح لا عمر له ولا مكان لليأس. Thank you.